صباح الخير متابعينا، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم. تبقى فرص الأمطار اليوم واردة في الجزء الأول من هذا النهار في مناطق الشرقية من المملكة التي قد تمتد أحيانا إلى مدينة الدمام، بإضافة إلى نفس المناطق التي تأثرت بالأمطار خلال ليلة أمس تشمل المناطق الشمالية من منطقة الرياض بالإضافة إلى الأجزاء الجنوبية من القصيم. أما نهار هذا اليوم وبقية ساعات النهار يتوقع أيضا أن تمتد بعض فرص الأمطار المحلية الطابع حتى مدينة الرياض في وقت لاحق من النهار، وتكون درجة الحرارة العظمى اليوم 19 درجة مئوية. دعونا نتعرف على درجات الحرارة العظمى اليوم والصغرى للقادمة في مدن ومحافظات المملكة المختلفة. نبدأها شمالا من إسكاكا تكون 18، ستة تبوك 19.7، وفي عرض 16 إلى 5 درجات مئوية. المناطق الغربية جدة 31 إلى 21، المدينة المنورة 24 إلى 17، وفي مكة المكرمة 31 إلى 20، وفي الطائف 21 إلى 12 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية في أبها 21.9، في الباحة 19 إلى 11، وفي جازان 28 إلى 24 درجة مئوية. المناطق الشرقية من المملكة في الإحساء 21 إلى 12، في الدمام من 23 إلى 13، مع بعض فرص الأمطار خلال ساعات نهار هذا اليوم، لكن الفرصة إجمالا تضعف تدريجيا، وفي حفر باطن من 19 إلى 10 درجات مئوية. المناطق الوسطى تكون في العاصمة الرياض 19 إلى 12، مع فرصة لبعض الزخات إذن المحلية من الأمطار، في بريدة 19 إلى 10، وفي حائل من 16 إلى 5 درجات مئوية. وفي كلتا المنطقتين يتوقع أن تتهيأ بهما فرص الأمطار نهار يوم غد بإذن الله تعالى وبمشيئته. إذا هذا كان كما لدينا بشأن الأحوال الجوية حتى اللحظة. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم. تابعونا في المزيد من النشرات الجوية اليوم ونشرة الأحوال الجوية الأسبوعية خلال ما تبقى من اليوم. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.